الشيء الوحيد الزين انه فيه الفندق اللي في تربه تحت تراب سعد الشهري اكلته منه. خسي وتعقب الرخمه يا ربع، اتمنى منكم انكم تسجلوا المقطع هذا. لا 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 تكون والله مسعود الشعب واللي تضربني يا مسعود عشان يمسكي ما عندي اخوان عشان ما معي لك ليه واحد صغير. انت معك كليه واحده وتلاحي اللي معه سبع كلاوي. ما شاء الله تبارك الله. اسمع عادي اوريهم محطاتهم تتحدث وتكفى عطني اسود تخشي تعقب. اوريهم يا حيوان اوريهم. يقول ما تكفى يا سعد ما اشغل لك شيله بني شهر وتكفى عطني اسود عشان تصاميم يقوله. احلف لا توريهم بس احلف. احلف لا ما ودي احرك. احلف يا مسالم هالكذاب. ودي احرك قدام تبينك يا خنت مسكين يا ولد. والله لا تحدني والله لا تحدني ان اخليك تذوق تراب الحساء. والله انك تعقب وتخسر الخمه. والله الذي لا اله الا هو. ان الله اعطاني عمر. انا زرقوبة. اسمع ان الله اعطاني وياك عمر. ايه تسمع ان اذكرك والحساء ذا الايام ان شاء الله. والله انك تعقب وتخسر الخمه. تخيل يعني يا رجال يجيني حتى زلفة مكتمل وشنبه شفاف. زلفي مكتمل يا غبي. هتلر حكم وهو ما عنده نص شنب يا حيوان. رب المصحف ورب الرياجيل مخابر هي مناظر. لو الرياجيل مناظر كان فاز فيها شو اسمه سعد الشهري. انت المفروض انك تخلي ثمك حق وش تدري حق اكل واستغبار بس ما تتكلم. ويدي حقت لطم وجهي يا رخم. حقت لطم وجهي والله ما تطم طيب والله. ايه عم بصورة مكتوبة سيدي. ترى كل شيء مسجل في السيدي هذا يا مسعود بتاع. لا تفوق تفوق. انت ما إيه. تدري من ناقص؟ من؟ تكفى خلينا نجيب بهاج ونرفع ضغطه. طيب فين هو موجود؟ ما ادري ماسك خط بس دقيقة. متى بديها يا سعد الحسن؟ والله ما اعلم يا الربوع يا الخميس. لا تعال الجمعة. الجمعة؟ ايه خلاص تم عشان اكلك من التراب شوية هينك على الطنك. طيب وش المتطلبات اللي يطلبونها؟ متطلبات انك شو اسمه تلبس ثوب وتراب عقال. ايوه وانك تحترم نفسك. حاولوا انكم على العموم توجهون الربو عشان نستانس الحساء. ماخذوه الاكسنت عينت اكسنت عشان تشبه بالضبط. حرام ما يجوز. اتق الله في نفسك يا مسعود. اتق الله في نفسك. امدح حمزه دعوه مزح ابو علي. اتق الله في نفسك يا ولد. خاف الله. يا الله يا شباب مسعود بيشعبون السياره ب 35000 وبيحرقها. ليه يا مسعود تبي تحرق الشعول؟ لو مع مسعود من شعول لو معك 35000 ما نبقى عاد فاتح قسط معك الضوء. وش والله يا عندك فلوس ما شاء الله. هذا اني ما ادري من تخشي. ايش انا شفت صرفتك. علمهم كم صرفتك لك اليوم. شفت علمهم ثاني في عازتك. انت اشغلت اللي بسود هذا تبغى تشغلني ب 500 ريال طالبني فيها لين اموت. يا مسعود ال 500 يا ما حطها في الحفل. يوم هاي ربع طلعوا اللي رفعوا ترند الحين على هو طلع ترند رفعوه مسعود بن شعبول. يبغى يحرق سياره في الاكسنت عشان يشوف فيها الضوء. اكتبوا لا رفعوا ترند قولوا سعد الشهري استغفر الله سعد. انت فيك سر بقره فيني ايش وقت المساحه الساعه 2 الناس فاضيين يدورون شغل عندهم شاهي الحين يسمعون علوم انا وياك مع ان ما يستفيدون منا ولا شيء بس ما المحبه من الله سايقهم لنا العزيز الحكيم. اول راح لكم غرق تراهم في جده البحر يجمع عليهم سرعه. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا والله ما لا هلا ولا مسهلا. والله ما جيت في محلك أول شيء صراحة. ما فرحنا ما فرحني أبو سام. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسي عليكم بالخير أحبة بن شعفول. شرف لي حياك الله. شرف لي أني أظهر معكم الشرف لي. الله يطول عمرك. الحزة الجميلة جدا ما يسعني القول إلا أقول مرحبا بكم. يا والله انا زاهم تبقى انا زاهمني بن شعفول يقول تعال بيك في موضوع مهم جدا. صار عندي فرح. قول لي انت تدري الخطه رقم 2000 لك وشنو استاذ؟ وشنو اول شيء الخطا؟ لا دقيق قبل الخطا فريق دعمي اكبر خطا انهم جايين. هذا هو اكبر خطا. هذا مرحبا بهم مسهله معي انت
المكان ده مكاني انا اللي ارحب وانا اللي اطرد. انت ما صح انا ادري لكن هذا الخطا رقم 7000 عليكم. اي والله فانا ما عاد اتحمل منكم شيء. ما ادري يعني انتم قلبينها بحث جنائي تطردوني في كل مكان اعترفوا يعني. إيه والله مرحبا. وانا ما ترى ماني فاتح مساحه عشان تجي انت وجروب دعمك تلاغون عندي. صح تصابهم في الخاص. هذا صح هذا من حقي. اشغلت انا انت وفريق دعم يعني انت تصبط على جماهيريه بهاجلك لانك انت ساقط درجه. تصدق ان سالفنا ونسينا واحد اسمه سعد الشير. ما خلي ولا يرد هذا غثيث ذا. مسعود تقدر اقول لك حاجه؟ تقدر اقول لك حاجه؟ خطا. قول اقدر عادي استاذ. قول مسعود اني ماني بحاضر حفلك. اي حفل؟ اللي يوم الخميس باذن الله. انا مبلى يا ربي. الله يبشرك بالخير ويفرحك. والله مثل ما فرحتني. تصدق اني بجي الحساء الظهر بقلط على حمادة والعصر بقلط على سعود جابر وبمشي. قل لي في ذمتي ما ترى يا شبيبة. ويش لا ترد لا ترد يا ولد. لا ترد يا اسمع ابو سالم تسمعوني؟ علوم اخبار. يلا عندك انا بخرج ودعناكم الله يا شيوخ. لا تك ايوه ارخم. اخضع والله تخشي وتعقب. اذلف والله اذلف. خليك تخضع ارخم. اذلف انا اللي بطر. انا اللي بطر الكلام. هلا يبا حياك دش يا معود. اسلام سمعت العالم من عقب الددسن والغنم والامور اللي انت خابر قدها غترة في ايه قدوا على رنجن يا رجال. حتى ما يعرف شغل مكيف اللي ورا ما يعرف. ورنج من داخل احمر والرجال ولا يدخل في السبيسات الا لازم دعوة تراسل في الواتساب تقول تعال. ولا تخيل فصل عني في المحطة سكرت الباب بقوة قال لا قلت لك هذا الباب شفت على خشمي. دا قوق معنا حرك. وقف هناك اكحلان وبجيب. تكفى بصور معك بهاد. وجع وجع طب حط طعمته. يا مسؤولة تكفى تخيل نيتا بصور سنابات. قلت لا ما راح اصور سنابات لان اسوي تان وحلق واسوي كريمات. وشو؟ لازم اسوي تان. من بسوي تان؟ انا عقب؟ ايش عقب؟ ايش؟